بداية نتمنى السلامة لزميلنا الأستاذ حازم ناصر. بداية بدنا نوصف شو اللي صار مع الأستاذ حازم. حازم كان موجود في المواجهات الحاصلة في مدينة جنين، تعرض لطلق ناري في منطقة الخاصرة اليمنى، على إثرها تم تحويله من مستشفى جنين الحكومي. تم التعامل معه من قبل الطواقم الطبية مشكورة في المستشفى هناك، وقد تم إجراء له عملية جراحية عاجلة هي عملية استكشاف للبطن، وبعد العملية بعد استقرار حالته الطبية تم تحويل المريض إلى مستشفى النجاح الوطني الجامعي لمتابعة العلاج والمراقبة في العناية الحثيثة. لحظة وصول المريض للمستشفى تقريبا وصلنا الساعة 5:30 مساء، تم تقييم المريض في الطوارئ، تم فحصه سريريا. على الفحص السريري تبين وجود إصابة بعيار طلق ناري في منطقة الخاصرة اليمنى تقريبا بعمق طلق ناري عميق يصل تقريبا مساحته 1.5 سنتيمتر. تم إعطاء العلاجات اللازمة للمريض في الطوارئ وطلب الفحوصات الطبية اللازمة. كذلك تبين وجود علامات العملية الجراحية تم إجراءها في مستشفى جنين الحكومي. لحظة وصول مريض الطوارئ كان يشكو من آلام شديدة في بطنه والخاصرة اليمنى، كذلك كان تبين وجود الجرح اللي أسلفنا الحديث عنه. الجرح كان تقريبا ينزف، تم إجراء له إسعافات أولية عاجلة وإيقاف النزيف منه. بعد استقرار الحالة المرضية للمريض وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وإعطائه السوائل اللازمة ومضاد الحيوي ومضادات التسمم، تم تحويل المريض إلى إجراء صورة طبقية عاجلة لمنطقة البطن والحوض. في الصورة الطبقية تبين استقرار الرصاصة في جدار البطن، كذلك وجود تهتك في عضلات جدار البطن الأمامية، على إثرها تم نقل المريض للعناية المركزة لمتابعة العلاج. المريض حاليا وضعه مستقر، الرصاصة ما زالت في جدار البطن، سيتم التعامل معها طبيا وفق الأصول. طبعا نتمنى السلامة للأستاذ حازم ناصر، سيتم متابعة العلاج بناء على تطور الحالة المرضية في العناية المركزة الجراحية.